اهلا وسهلا بجميع متابعين قناتي، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. النهارده معانا فيديو جديد وفيديو مميز، هنشوف من خلاله مجموعه من الادوات المنزليه الحديثه والافكار والحيل والمنظمات والاجهزه المنزليه الذكيه اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ، وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيره زي التلاجة او المطبخ او في البيت عموما، وكمان بتوفر علينا الوقت والجهد بحيث ان احنا نقدر نستفيد بيه في حاجة تانية. هنشوف دلوقتي مع بعض من خلال فيديو النهاردة بعض المنتجات والادوات المميزة جدا والاجهزة المنزلية اللي مفيش اي ست بيت تقدر تستغنى عنهم، وطبعا هقول لكم واعرفكم ازاي تقدري تحصلي على المنتجات دي بكل سهولة وبطرق سهلة جدا وبسيطة، بشرحها لكم دايما في نهاية كل فيديو. ولو انت اول مرة بتشوفي فيديوهاتي وبتتابعي قناتي، اتمنى انك تنضمي لينا وتعملي اشتراك للقناة وتفعلي زر الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة ان شاء الله. ولو الادوات اللي في الفيديو دي عجبتك، اتمنى انك تدعميني بالضغط على زر اللايك. ويلا بقى بينا دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف المنتجات والادوات اللي موجودة معنا في الفيديو ده، وهنشوف ونتعرف مع بعض ازاي نقدر نستخدم الادوات دي وازاي نقدر نستفيد منها. وبعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظم علب الكنز، تقدري ان انت تنظمي بيه علب الكنز او العصير، وطبعا تقدري تنظميه جوه التلاجة بالشكل ده. بعد كده هنا هنشوف مع بعض عندنا منظم للاطباق والكوبايات، تقدري ان انت بعد ما تغسلي الاطباق والكوبايات تصفيها عليه، او تقدري تستخدميه كديكور للمطبخ وتنظمي عليه الاطباق والكوبايات والشوك والسكاكين بتاعتك. بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مجموعه من القطع اللي تقدري ان انت تثبتيها عندك على الجدار، وتقدري ان انت تنظمي عليها مختلف ادوات ولوازم المطبخ او الحمام. بعد كده هنا عندنا المصفى دي، تقدري ان انت تثبتيها كده على حنفية الحوض وتصفي بيها بواقي الاكل اللي باقي عندك من اي سوائل بتكون فيه. بعد كده هنا عندنا الاداة دي، تقدري ان انت تغسلي عليها مختلف انواع الهدوم، وهي بتخفف عليك المجهود وبتساعدك انك تنظفي الهدوم بكل سهولة. بعد كده عندنا هنا الاستند ده، وهو بيحتوي على 5 أرفف، تقدري تثبتيه جنب الشاشة او في اي مكان عندك في البيت، وتقدري تنظمي عليه الفازات او التحف والانتيكات، بيبقى شكله جميل قوي وشيك. بعد كده تعالي شوفي معايا بقى جهاز التجميد ده، وده بيساعدك تعملي مختلف انواع الايس كريم الطبيعية بتاعت المحلات في البيت بكل سهولة. بعد كده هنا معانا مجموعة من منظمات التوابل اللي تقدري تنظمي بيها معيار الملح او اي نوع من التوابل البودر اللي بتكون عندك، تقدري تنظمي المعيار من خلال الزرار اللي بيكون موجود في البرطمان ده. بعد كده هنشوف مع بعض عندنا صفاية الاطباق دي، تقدري ان انت تصفي عليها مختلف احجام الاطباق اللي بتكون عندك، وتقدري ان انت تثبتيها عندك في الدولاب او على رخامة المطبخ. عاوزة طبعا اشكركم على دعمكم ليا سواء في اللايك او في التعليقات، واتمنى في الفيديو ده كمان تدعموني وتقولولي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تضغطوا على زر اللايك والاشتراك. وطبعا لو عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو تقدري طبعا تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليكي. ولو عاوزة تشوفي ادوات منزلية وحيل وافكار تانية كتير، تقدري تدوسي على زر الاشتراك بيكون تحت الفيديو، وفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة ان شاء الله. بعد كده معانا الشبكة دي، تقدري ان انت تثبتيها عندك على حوض المطبخ وتغسلي او تجففي عليها الخضار او الفاكهة، وكمان تقدري تستخدميها كمصفى للاطباق. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم للمطبخ، تقدري ان انت تثبتيه على جدار المطبخ بكل سهولة وتنظمي عليه ورق الاسترتش رول وورق الالومنيوم،
ومناديل المطبخ اللي بتستخدميها. بعد كده تعالي شوفي معايا صندوق او منظم للحمام، وهو بيكون مقاوم للمية والرطوبة، تقدري تستخدميه في تنظيم علب المناديل او المناديل الرول، وكمان تقدري تثبتي عليه الموبايلات والساعات زي ما انت شايفة كده معايا في الفيديو. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الاداة اللي تقدري تحفظي فيها العسل وتقدري ان انت تستخدميه بكل سهولة. بعد كده عندنا منظم بيكون خاص بالحمام، بيجي مكون من 5 أرفف، تقدري ان انت تثبتيه على جدار الحمام بكل سهولة وتنظمي عليه الشامبو والشاور والكريمات والعطور. بعد كده عندنا منظم الدوار، وهو مكون من 5 أدوار، تقدري ان انت تستخدميه في المطبخ عندك وتنظمي بيه الخضار والفاكهة، وطبعا تقدري ان انت تخلعي الادراج بتاعته وتركبيها تاني بكل سهولة. وطبعا هو بيكون عملي جدا ومزود بعجلات عشان تقدري تحركيه بكل سهولة على ارضية المطبخ. بعد كده بقى عندنا اداة تثبيت او حوامل، تقدري ان انت تثبتيها فوق اكباس الكهرباء وتثبتي عليها الموبايل وهو بيشحن، او تقدري طبعا تثبتي عليها فازة او اي تحف بتكون عندك، بيبقى شكلها حلو قوي وجميل في البيت. وبعد كده هنشوف مع بعض عندنا اطباق من التقديم، بتبقى عبارة عن منظم تقدري ان انت تنظمي فيه او تقدمي بيها الفاكهة او الشوكولاتة او الحلويات او المكسرات. وهنا بقى عندنا منظم للرز او البقوليات، بس هو بيكون مناسب اكتر حاجة للرز، والمنظم ده طبعا بيشيل معاكي كمية كبيرة من الحاجة اللي انت عاوزة تخزنيها، وزي ما انت شايفة كده من خلال الفيديو تقدري ان انت تحكمي في حجمه على حسب الكمية اللي انت عاوزة تخزنيها عندك. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم الاحذية، ده طبعا شكله جميل جدا، وغير كده بيساعدك على تنظيم وترتيب الاحذية المختلفة اللي بتكون عندك بحيث ان هي ما تفضلش مرمية عندك على الارض. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الأداة اللي بتساعدنا نستخدم بواقي الصابون أو الصابون السليم، وتقدري تستخدميها في تنظيف الهدوم أو الأحذية أو السجاد، يعني هي بيكون ليها كذا استخدام. بعد كده عندنا منظم المناديل، تقدري ان انت تثبتيه عندك على دولاب المطبخ او في الحمام او ترابيزة الصالة، وتقدري ان انت تنظمي عليه مختلف انواع المناديل. بعد كده عندنا هنا منظم الاكياس، وهو بيبقى مصنوع من القماش، تقدري ان انت تنظمي فيه جميع الاكياس اللي بتكون عندك وتثبتيه جنب التلاجة، وتقدري تنظمي فيه الاكياس العادية او الاكياس الرول. بعد كده عندنا المغرفة الكبيرة دي، او تقدري تعتبريها مصفى، وهي بتبقى ستانلس، تقدري تصفي بيها الاكل المسلوق او المقلي. دلوقتي بقى هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده بكل سهولة، بعد ما شفنا مع بعض مجموعة من المنتجات المتميزة اللي بتساعدنا دايما على توفير الوقت والجهد، واللي كمان بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت واستغلال المساحات الصغيرة في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما، وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدمها ونستفيد منها بكل سهولة. والحقيقة انها ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة، وتقدري ان انت تستفيدي منها بكذا طريقة مختلفة، وكمان بتسهل عليك الحياة اليومية وشغلك في البيت. وبعد بقى ما اتكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن المنتجات اللي في الفيديو ده، هقولك عن الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل المنتجات دي بكل سهولة. انت تقدري ان انت تجيبي المنتجات دي ب3 طرق، تقدري ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه. فبداية كده اول طريقة، لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدري ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق AliExpress او علي بابا او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق ايباي او تطبيق نون. وبالنسبة لاسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة، وطبعا بتعتمد على الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها، لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى ليها سعر مختلف،
اما سعر مصاريف الشحن فده بيختلف على حسب المكان اللي انتي بتكوني متواجدة فيه طبعا. بعد كده الطريقة التانية وهي بتبقى الاونلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام، وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبيعوها عن طريق الاونلاين على السوشيال ميديا، وبتقدري تطلبي منهم المنتجات اللي انتي عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف شحن برضو على حسب المحافظات اللي انتي بتكوني فيها. وطبعا عاوزة اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتبقى سهلة جدا، بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدري توصلي لها بكل سهولة. اما بالنسبة بقى للطريقة الثالثة فهي بتبقى المحلات اللي بتبقى موجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كارفور ورنين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرايس وكده يعني. وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويوصلها بسرعة. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وقدرتوا تستفيدوا منه، ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة بالذر على اللايك والاشتراك في القناة، ولو عندكم اي استفسار في اي حاجة تقدروا ان انتوا تكتبولي في خانة التعليقات وانا هرد عليكم في اقرب وقت ممكن، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. اسيبكم في رعاية الله.